طبعا كلنا حدائقنا المنزلية يا أما يكون فيها جزئية زهور صغيرة، لازم تكون كيفية الري بتاعها في البيت أو خارج البيت. حتحاول إنك تسقيها بطريقة تختلف على الزهور اللطيفة، اللطيفة هيك أما الكبيرة هيك. خلوكم معايا على 218 نطلعوا فاصل ونواصل. عدنا. فاللطيفة هيك أما الكبيرة هيك. معنا خلاص مرة ثانية ونحكوا عن كيفية ري الزهور والنباتات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فخلوكم معايا على 218 نطلعوا فاصل ونواصل. فاكر حالك نبتة؟ فاللطيفة هيك أما الكبيرة هيك. عدنا. شوي وجه عندكم ماء على الشاور حاجة. ايه عندنا مية، تبي مية؟ عندكم مية تخرج من التلفزيون ولا من الحيط ولا والماء اخترت تخرج الماء وشنيه؟ ها؟ كان تسقي في التلفزة ولا الماء تش لهنا وشنو؟ ما اللي تسقي؟ توا في التلفزة كان تسقي ولا الماء تش لهنا؟ في التلفزيون تسقي ولا الماء؟ والماء ولا لهنا؟ نبي جملة مفيدة معلش. توا كان تسقي. ما علينا ما علينا، نبي المية كيف جت؟ معلش امي متلزة تش. ايه اكيد انت لما جيت كان في مطر ولا حاجة كده هيك استنانا شوية. تلزة تو تش بالماء تقولي مطر؟ ايه هذا برنامج الصباح. ايه الصبح صباح انا مساء بنتي شبيه بتاع 218 هذا مش هبالي انت تبي مية، انت مشكلتك تو تبي مية. ليش مية؟ المية عندكم فايدة. انا مية هيدولو انا نسقي في النبتة. هو انا في الصبح نوض نسقي في النبتات بتاع حوشنا. انا في التلفزيون او كانوا يعديوا فيه. قامس 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 سلموليتي قامس قامس حتى الاخرى تعملي قامس. انا قاعد مين الاخر؟ انت نورمال مو كان عادي اخسر. شكرا لك على متابعتك لينا في فقرتنا لليوم من الحديقه المنزليه، وانت كنت معايا في الكاميرا.